تنشكرهم، شكرتهم وعاودت وتنعاود نشكرهم، لان بسببهم باش حقق هذاك البرنامج ذاك النجاح، وبتفاعلهم وبالاسئله ديالهم وبالملاحظات ديالهم وبداك الشيء اللي كانوا تيصيفطوا لنا، هذاك هو اللي كان الاساس ديال البرنامج. صلاح الدين الغماري كان فقط معد ومقدم ديال ذاك البرنامج، وكنت كما اقولها دائما كنت صوت للمواطن، وكنت نقول لهم صوتكم، واعتز بالعمل اللي تنقوم به، وما تغيرت ماديا حتى شي حاجه، ما تغيرت معنويا، تغيرت مجموعه ديال الامور، لان ولينا تنشوفوا بان لقيت لو كرينو ديالي اللي يمكن لي نشتغل فيه، وهو الجانب الاجتماعي من الحلقه الاولى حتى الحلقه الاخرى. ما كايناش حلقه بعينها اللي اثرت فيا، علاش؟ لان لكل حلقه ولاده عسيره ديالها، ولكل حلقه موضوع ديالها اللي ما درنا الا وكان يستحق بانه يكون موضوع ديال ديك الحلقه. ما عمرنا درنا شي حلقه غير باش نعمروا ذاك النهار. ديما انا انسان عرفتي شنو الخدمه، الدار الدار الخدمه، والليلة عندي شي حاجه بحال جيت من غير هادشي ما غاديش تلقاني تندور ولا فشي بلاصه ولا تمشي نجلس. انا حتى القهوه ما نبليش بها وما تنشربهاش اصلا كاع، فهمتي شنو؟ دونك وتا حاجه اخرى فهمتي، ما دونك تمشي، انا عزيز عليا نجلس في داري، عندي ظروف ديال الراحه كافيه، فهمتي شنو؟ ما مساله ديال الشهره ما عمرها كانت تضرب لي في راسي، راه قلت لك 20 عام وانا تندير الاخبار، دونك هذا الشيء شبعان منو تنعرفوا شنو هو، بالعكس انا تنقريه، يعني انا 20 سنه وانا تندرس شنو تندرس التقديم والاعداد ديال النشرات الاخباريه والبرامج والمجلات المجلات الاخباريه كذلك، فبالتالي تنعرف شنو هي المسافه اللي تكون ما بين الشخص كشخص وما بين الشخصيه التي يقدموها وما بين العمل اللي تيقوم به. دو ثلاثه ديال الحوايج الواحد خصو يكون تيميز بيناتهم باش ما يكبرش عليه راسو ويحسبوا راه تيدير شي حاجه خارقه للعاده ولا راح تيبان في التلفزيون عادي، ومن بعد تتبان في التلفزيون. انت صحفي، هذه صحفيه، هذه صحفيه، الفرق بيناتنا انا تنبان في التلفزيون اكثر منكم. هذا هو الفرق، والفروق اللي غادي يمكننا نتكلموا عليها في طريقه الاشتغال وكيفاش تنشوفوا حنايا، تنشوفوا حنايا المهنه. اما اللي غادي الشهره في التلفزيون عمرها قصير جدا، صافي اليوم كدوز غدا تنسى. والحمد لله اليوم اصبح لدينا مجلس وطني للصحافه، وهذه من المهام نتاعو هي ديال تنظيم العمل الصحفي، التاطير ديال العمل الصحفي، المساهمه في التكوين والتكوين المستمر ديال العمل الصحفي، الرقابه، ماشي الرقابه ولكن المتابعه ديال تطور ديال العمل الصحفي، وهذا هو اللي تيخص يقوم به المجلس الوطني للصحافه. اولا دراسة موضوعية لواقع الصحافة حاليا، يحاول يصنفها، يحددها بمستوياتها إلى غير ذلك، باش يسهل عليه التعامل مع مجموعة الإشكالات اللي هي موجودة فيها واللي تنتكلموا عليها. مرة كنسمعوا الدخلاء، مرة تنسمعوا الانحطاط، مرة تنسمعوا إياه هذا إعلام عمومي، هذا خصوصي إلى غير ذلك. فهذا التنوع هذا كله تنعتقد بأن حاليا ملي ولات عندنا مؤسسة مستقلة وكنركز على هذه المساله هذه، يعني ما بقيناش تابعين القطاع وزاري معين، لا، لكن هناك مؤسسه مستقله اللي هي المجلس الوطني للصحافه، فهذا هو الدور ديالي. الرساله الاخيره ديالي هي كاين بزاف ديال الرسائل، حنا تنقولوا مهمتنا مازال ما سالاتش، بالتالي حنا بصدد الاعداد لبرنامج جديد يواكب مرحله جديده. برنامج بشكل اخر اللي غادي نشوفوا فيه صلاح الدين الغماري يعود بشخصيه اخرى وشكل اخر مخالف، ولكن لن يختلف عن روح ذاك المقدم ديال ذاك البرنامج ديال اسئله كورونا.